الفيديو ده مختلف بسبب الحجر اللي منزلي. قررت اعمل حاجة اول مرة في حياتي اعملها، ان اغير حاجة صغيرة في طبيعة حياتي واشوف ايه الفرق. هعمل ايه؟ هصحى الساعة 6:30 الصبح لمدة اسبوع. كل الناس الناجحة لما بيتكلموا عن سبب نجاحهم بيقولوا ان الصحيان ما بين 4:30 الصبح ل6:30 الصبح فرق معاهم قد ايه ووصلهم للنجاح اللي هم فيه. فانا عايز اشوف الكلام ده هيحصل معايا ازاي. انا هنجح فيه. هنام الساعة 11:30 بالليل واصحى الساعة 6:30 الصبح. في اليوم الاول قعدت في السرير مش عايز اقوم، لحد ما الالارم التاني جه وراه على طول وقال لي بقول لك ايه، ولا قوم يلا. في اليوم التاني حاسس ان انا صاحي ما عنديش حاجه اعملها، انا صاحي بدري مجرد الصحيان بدري وخلاص. قررت افطر وعملت لنفسي فطار، فقلت اشوف الناس اللي عندها روتين صباحي بتعمل ايه. فقررت ادخل على النت واعمل سيرش على الناس اللي بيعملوا روتين صباحي بيعملوا ايه، مش اللي بقى بيحطوا كريمات على وشهم ومش عارف ايه كده، لا اللي بيعملوا حاجه تفيدهم. مديتيشن، انا عمري في حياتي ما شدني موضوع المديتيشن ده، بس قلت هجرب. طبعا ما اعرفش عن المديتيشن او التامل اي حاجه خالص، فدخلت على النت وقعدت اشوف الناس دي لما بتتامل ايه التامل ده اصلا، هو بيعمل ايه، انت بتفكر في ايه. طب انا دلوقتي لو هقعد اتامل دماغي تكون شغاله في ايه، نفسي عامل ازاي. دخلت على النت وقعدت اشوف ايه قواعد المديتيشن دي، لحد ما لقيت في ابلكيشن بيساعدك على المديتيشن، بتسمع انت الموسيقى الهاديه اللي ورا دي، وفي نفس الوقت في واحده او واحد بيطلع في ودانك يقول لك اعمل كذا اعمل كذا، اتنفس بالطريقه دي، زي فيلم 8 جيجا اكثر فاكثر. During this meditation we will focus on being mindful, finding that point where you are completely aware of the now. بتأمل بتأمل يعني ايه؟ بتأمل ايه؟ غريبة، انا ما ينفعش انا اجرب حاجة غريبة معاكم في ايه؟ تأمل في اليوم الثالث قررت اعمل نفسي تو دو ليست، حاجات لازم اخلصها قبل الساعة 12، ده عشان يخليني شوية انجز في فترة الصباح اللي عندي. فقررت ان انا هتأمل تاني واجرب، هلعب رياضة، وفي ورقة لازم اخلصها للجامعة بالمرة نخلصها يعني. باجي على نص اليوم كده بحس ان انا تعبان، بحس ان انا بقالي كتير صاحي، بحس ان انا عندي يومين في يوم واحد، ودي حاجة جديدة عليا، خصوصا ان انا دايما كان ليلي نهاري ونهاري ليلي، يعني انا من النوع اللي كان ممكن يقعد 3-4 ايام صاحي وينام يومين عادي مفيش مشكلة، عمري ما كان عندي جدول يومي، يعني ان انا اصحى بدري الساعة 6:30 دي حاجة صعبة عليا على فكرة. فبيكونش عندي حيل ان انا اكمل بقية اليوم، بحس ان انا عمال بضيع في وقت، ما عنديش نفسي اعمل اي حاجة productive او ان انا اشتغل او كده، لان بحس ان انا هلكان تعبان. انا قاعد بقى بضيع الوقت اتفرج على مسلسلات، اتمشى في البيت، لحد ما استنى الساعه تيجي 11:30 عشان النوم يبقى، ببقى حاسس ان انا مستني الساعه تيجي 11 عشان ابدا استعد اني انام. حاجه تانية كمان قلت انا ليه استنى لما اصحى عشان اعمل التو دو ليست بتاعي، ما انا اعمله قبل ما انام عشان لما اصحى حتى افطاري بقى على الطاير عشان احس ان انا انجز يومي كده، احس ان انا جوه البيت بس مشغول، مش قاعد بدي كل حاجه وقتها، لا انا مشغول وعندي حاجه اعملها. في اليوم الرابع الصحيان كان اسهل بكتير، حسيت اني صحيت من غير المنبه، مع ان انا صحيت بالمنبه يعني، بس حسيت ان انا المنبه لما ضرب انا صحيت معاه في نفس الوقت، فاهمين حاجه؟
تقريبا صحيت النهارده من غير منبه. صحي فايق. حاسس بنشاط اكتر. دي حاجه كويسه. الحاجات اللي انا محضرها لنفسي من امبارح بالليل فدي كانت حاجه حلوه ان انا صحي عارف انا اوريدي هعمل ايه، مش لسه هقعد افكر وكده. هفطر واتامل واحضر الكلاسز بتاعتي وابدا في البروجكتس اللي عليا. حاطط لنفسي ان انا لازم اخلص بروجكت واسلمه، لازم ابدا في شغل اديتنج عايز اعمله، والحاجه الجديده بقى ان انا هقرا كتاب ايه بين محاضرات. تقريبا اتحمست ان انا اكون من الناس اللي بيلعبوا رياضه الصبح، والمديتيشن سيشنز اللي انا بقيت بعملها كل يوم خلتني اكون اهدى ومركز اكتر خلال اليوم بتاعي. في اليوم الخامس حسيت ان النمط بقى متكرر، حاسس ان في توازن بين ان انا مرتاح وان انا بخلص الحاجات اللي ورايا، وكمان بقى عندي وقت فاضي اعمل فيه حاجات تانيه، منها ان انا مثلا بقيت قاعد كل شويه مثلا لما اكون فاضي اقعد اكتب سكريبتات او اقعد اكتب افكار ممكن اعملها بعدين. بس حبيت فكره التامل، عجبتني، خلتني مركز اكتر. اليوم السادس صحيت من غير الالارم. حسيت ان هو في ايه؟ لا انا عايز انام شويه كمان. بقيت عارف انا هعمل ايه في بقيه اليوم واليوم هيمشي ازاي. ممكن ما كانش عندي وقت قوي ان اتمرن او مديتيت عشان انا عندي حاجات لازم اخلصها، علشان بكره لازم اصور ايه اللي هيحصل وفي نفس الوقت اعمل اديت للفيديو ده عشان انزله. الدنيا باظت مره واحده، بس حاسس ان انا بقى عندي وقت ان انا اقعد واكتب شويه افكار انزلها على اليوتيوب، وقعدت افكر في شويه حاجات وامسك اللابتوب واقعد اكتب افكار وسكريبتات وكده. ودي حاجه حلوه ان انا لما بصحى الصبح بدري كده لما انت بتكون بتحاول ما تعملش حاجه تلاقي نفسك بتعمل. ده كمان خلق نوع من انواع ان انا بتنافس مع نفسي، انا كده بحس ان انا كومبيتيتيف مع نفسي قوي، اللي هو انت لازم تخلص ده بسرعه فشخ عشان انت عندك حاجات تانيه كتير تخلصها. بقيت عايز اخلص كل حاجه قبل وقتها، بقيت عايز اخلص كل، عمال اسقف ليه؟ بقيت عايز اخلص كل حاجه قبل وقتها عشان يكون عندي وقت بقيه اليوم اتمرقع بقى واعمل اللي انا عايزه، لان انا باجي على الساعه مثلا ساعة ونص قبل ما عاد نومي على الساعة 10 مثلا كده، ألاقي نفسي اللي هو عايز أنبخ، عايز أعملش أي حاجة. بس النهاردة آخر يوم، أنا معرفش بقى إذا أنا هكمل في الموضوع ده ولا لأ، بس أتمنى أكمل لأن الدنيا مترتبة. عندي حاجات كتير لازم أخلصها النهاردة، منها إن أنا أعمل إيديت للفيديو ده عشان أنزله النهاردة بالليل. بقى عندي نوت بوك صغير كده بكتب فيه كل حاجة أنا عايز أعملها، حتى لو حاجة صغيرة قد كده بكتب فيه كل حاجة أنا عايز أعملها، عشان آخر اليوم حتى ساعات ببقى عايز أشوف هو أنا عملت إيه، لأن أنا يومي طويل فساعات بنسى أنا عملت، فببقى عايز أعرف أنا خلصت إيه النهاردة وإيه ممكن أحوله لبكرة أخلصه بكرة. دي حاجة حلوة. من تطورات السبعة أيام دول إن أنا بقيت أقرأ كتاب، دي حاجة جديدة عليا، فأنا بقيت بقرأ كتاب، دي حاجة حلوة برضو. أنا يعني من أنا في حياتي فعلا ما قريتش كتاب غير كتب الدراسة اللي كنا مجبرين نقراها، حتى ما كنتش بكملها ولا بخلصها، يعني اللي انا رحت الاقيها واخلصها كده. فدي حاجة حلوة فعلا. الكتاب اللي اخترته كمان كان كتاب حلو، يعني هبقى نتكلم عليه بعدين. الحاجة الغريبة بقى اللي انا ما كنتش فاكر ان هي ممكن تأثر فيا، كنت بشوف ايه ده حاجة سيس قوي، بس الصراحة طلعت يعني افكتيف جدا، اللي هي المديتيشن، التأمل. انا عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انا ابقى شخص كده بقف قدام نفسي في المرايه واقول انا شخص بتامل، او ان انا اقول لاي حد ان انا بتامل. بس الفكره انه انت لما فعلا بتصدق في الموضوع او بتدخل دماغك في الموضوع، انت العشر دقائق الربع ساعه اللي بتقعدهم بتتامل فيهم دول، انت بتخلي جسمك معرفش يحصل له ايه، انه بعد كده في يومي بيخليني مركز، بيخليني هادي. الحاجات اللي كانت تعصبني لا انا يعني واخد نفس كده وخلاص الموضوع انتهى. نفسيتي بقت حلوه، بقيت عارف انا هعمل ايه كل يوم، عارف ايه اللي ورايا وايه اللي لازم اخلصه، لازم اخلص ايه قبل الساعه كام. كمان بقى عندي وقت استفيد بالحاجه اللي انا بحبها، ان انا اصنع محتوى. يعني انا مثلا فيديو زي ده ان انا اصور كل يوم وانا بعمل الحاجات اللي بعملها، لو بصحى الساعه 3 مثلا وبنام الساعه 3 4 5
لا ما اعتقدش ان انا هقدر اعمل كده، ما اعتقدش ان انا هيبقى عندي الخلق ان انا اصور وامنتج واعمل افكار وانزل اصور مش عارف فين واطلع تحت واطلع فوق اطلع تحت. وتقريبا الصحيان بدري هو اللي خلاني اجرب حاجات تانية اكتر، زي ان انا اتمرن، زي ان انا اقرا كتاب، زي ان انا فعلا يكون عندي وقت ان انا اكتب فيه افكار لليوتيوب او افكار بعدين اقدر اعملها. فدي حاجة حلوة، حاجة حلوة تاني. طيب يا ال 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 الأسبوع ده كان أسبوع جميل الصراحة، هو ممكن يعني مش عامل كده تاني، ممكن بس هحاول، لأن الموضوع مش صعب ولكن ساعات يعني، عشان برضو نكون قلنا اللي لينا واللي علينا، انت فترة الصباح دي كشخص زي مثلا بيحب الرغي والكلام ومش عارف ايه، انت تحس بوحدة لان انت بتكون الوحيد اللي صاحي في البيت. يعني مثلا من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 8 9 انت الوحيد اللي على وش الارض، انت مفيش حد بيعبرك، الناس كلها نايمة على السوشيال ميديا، صحابك كلهم نايمين طبعا، اهلك كلهم نايمين، انت مفيش كلب معاك، فبتحس شوية بوحدة، تحس شوية بملل، عشان كده بتنجز الثلاث اربع ساعات اللي في الصبح دول بيخليك تنجز. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى الموضوع يكمل، اتمنى اشوفكم في الفيديو الجاي، اتمنى تنزلوا تشتركوا تحت، تشتركوا تحت، تشتركوا في القناة يعني، اتمنى تعملوا لايك عشان ده اسبوع من حياتي بصور. واتمنى ان انتوا لو عجبكم الفيديو تشاركوه مع اي حد من صحابكم، ولو عندكم اي اسئلة او اي افكار لفيديوهات عايزين اجربها او كده تكتبوا لي تحت في الكومنتس، انا يعني نفسي ارد على حد في الكومنتس، انا مفيش حد بيكتب لي كومنتات ليه. بس بقى طوال الفل، واشوفكم الفيديو الجاي.